في فيلم مصري اسمه كلمني شكرا، بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، فيلم قليل أدب شوية كده وبلاش أي حد يشاهده لأن يعني غير عائلي، لا يناسب الوضع العائلي الأسري المحترم في مصر. هو ده الوضع على فكرة في مصر السياسي، برضو السيسي ماشي بنظام إن بلاش الأسر، يعني لما بتيجي تتفرج على فيديو سياسي بلاش يكون أسرتك قاعدة، ليه؟ لأنك هتشتم وتخرج عن شعورك بسبب الانهيار اللي بيحصل في مصر وسبب قلة الأدب. السيسي النهاردة على لحم بطنه كده قال شحتني شكرا، يعني أطلق النسخة التانية من فيلم كلمني شكرا بس باسم بقى إيه، شحتني شكرا، استلف 61 مليار جنيه أذون خزانة وسندات قروض جديدة على ميزانية الدولة. طيب ال 61 مليار جنيه دول هيعمل بيهم ايه؟ ايه اللي ناوي الزعيم الملهم عبد الفتاح السيسي صاحب الجمهورية الجديدة صاحب العبور الثاني بعد عبور اكتوبر يعني وكده، هيعمل بيهم ايه عبد الفتاح السيسي ال 61 مليار جنيه دول؟ قال لك هيكمل ما بدأه في العاصمة الإدارية. يعني ايه؟ يعني مش هيسد القروض الخارجيه اللي هم دلوقتي الديانه عاملين يخبطوا علينا. من كنا عارف الديانه دلوقتي الخارجيين بيعملوا مع مصر ايه؟ عامل زي ما يبقى عليك دين كده، يجي حد يخبط عليك يقول لك سلام عليكم يا محمد، فين الدين اللي عليك يا محمد؟ النهارده اول الشهر وما سددتنيش، فمحمد معوش، فيقول له ايه؟ معلش انا والله مش عارف اخد الدين، ما تاخد العربيه بتاعتي دي اشتريها بالدين اللي عليا. هو ده مصر دلوقتي، مصر ما معاش فلوس تسد ديونها، فالديانه بيجي ياخده بيقتطعوا حتت من جسم مصر كده، من ارض مصر، من شركات مصر. فالسيسي النهارده خد 61 مليار جنيه قروض عشان يعمل بوم برضه نفس الكباري ويعمل بوم نفس النيلة ويكمل قسط الطيارة اللي هو جابها عشان يكمل قسط الطيارة ويعمل العاصمة الإدارية اللي مفيش مصري هيستفاد، مصري واحد هيستفاد منها مفيش، ويكمل القطار السريع. ده مصيبة من ضمن المصائب اللي عملها السيسي النهاردة ومحدش خد باله منها. كان عمل شركة اسمها محطات سيمنز لتوليد الكهرباء بالشراكه مع شركه سيمنز الالمانيه. عارفين يا جماعه الشركه ديت كلفت مصر زي محطتين الكهرباء دول كلفوا مصر قد ايه في 2018؟ 6 مليار يورو، اقسم لكم بالله 6 مليار يورو باعتراف الاعلام المصري. مش هقول لك بقى ان ربما يكون المبلغ اكبر، لا 6 مليار يورو. عملها في سنه كام؟ في 2018. شطار. تعرفوا النهارده باعتراف موقع الشرق الاماراتي بلومبرج الشرق الاماراتي هذه الشركات اعلنت للبيع، والله هتتباع رغم ان احنا لسه علينا قروض لها بستة مليار يورو ما سديناهمش. هيبيع الشركة، يقوم الراجل ابو غطرة وقال اللي جاي يشتري اللي هو الخليجي بقى جاي يشتري الشركات، طلع في الشركات عيب فني، يعني بايظة، يعني صرفنا يعني اتدينا بستة مليار يورو لشركات مش شغالة، باظت عطلانة فيها عيب فني باعتراف موقع الشرق الإماراتي مش اعتراف عبد الرحمن مطر والله. ومع ذلك ما تبعتش، يعني عمل شركتين محطتين كهرباء بستة مليار يورو. انتوا متخيلين ستة مليار يورو دول يا جماعة في 2018 يعني كم؟ يعني ده رقم كبير جدا، ده رقم ضخم جدا، ده رقم يوصل يعني تقريبا في حدود 100 مليار جنيه لشركتين كهرباء وما اشتغلوش وحصل فيهم عطل فني وجي بيعهم. المشتري قال له والله ما ينفعش اخدهم، دول فيهم عطل فني، اشربهم او ادهم لمدام انتصار او اقول لك ادهم للواد محمود ابنك يلعب بيهم. واتركنت الشركات على كده. يقوم النهارده راح واخد 61 مليار جنيه قروض جديده، يعني ما يعادل 3 وشويه مليار دولار، 3 مليار دولار قروض جديده، لدرجة ان الديون المصرية الان، الدين المصري، الدين العام المصري، الدين خارجي وداخلي، في نهاية ديسمبر بيقولوا خبراء الاقتصاد كلهم بيقولوا سيصل لما يعادل 500 مليار دولار، يعني نص تريليون دولار، يعني مصر الدولة الاولى في الشرق الاوسط ديون، بل ان ديون مصر مجتمعة تساوي نص ديون الدول العربية. دي مصر يا جماعة مع عبد الفتاح السيسي والجمهورية الجديدة. خلاص انهيار غير مسبوق بيحصل في مصر، لدرجة ان الشركات الاماراتية اللي موجودة في مصر دلوقتي اللي هي يعني الشركات الاماراتية اللي جت استحوذت على الشركات المصرية ما بتبيعش الوحدات السكنية بتاعتها دلوقتي للمصريين غير بالدولار. انت متخيل انك مصري وجوه مصر راح تشتري شقة من الامارات، من شركات الامارات اللي هي جوه مصر، فالإماراتي يقول لك لا يا زعيم لا أستطيع أن أبيع لك هذه الشقة يا مصري بالجنيه المصري، عايز تشتريها هات دولار وتعال، ليه؟ أنا لا أثق في الجنيه بتاعك. إماراتي مش عايز يبيع لك الشقة بتاعتك جوه بلدك بعملة بلدك.
ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه ان كل سنه وانتم طيبين، وان قضي الامر زي تستفتيان، وان انتهى الامر، وان مصر قضي الامر تمام تماما في كل شيء. سلام عليكم.